كنتي قوي. سمعكم سمعكم عليكم السلام. لبس عليك. Where are you from؟ مروكو. مغرب. انت كده طيب عربية؟ اه هو طيب عربية. انا مصرية. لو صافي تكلمي عربي، تكلمي مصرية وانا نتكلم مغربية. ماشي، انا اتكلم مصري وانت تتكلمي مغربية. اوكي، ما كتسميش مغربي؟ آه، خليهم يترجموا لي عندي. انا نترجم لك اختي، في مشكل. شنو اسميتك؟ بوسي. بوسي. ايه فكرتيني بواحد، قمتي لي بوسي. يلا الاخوان، مصرية اسعد. يلا الاخوان كبسوا، كثر من تكبسوا الهدايا، خلينا نغلبوا المصرية. ليه بصمتيه؟ منين في مصر؟ ما انا قلت لها اتكلمي مغربي وهما يترجموا لي عندي. منين في مصر انتيا؟ منين؟ من مصر؟ ها، من الشرقية. شرقية، جهة الايلوبية. هي دي؟ لا، بعيد عننا. بعيد عنكم. زين، واخا. انت شنو اسمك؟ بوسي. بوسي. بصي، بوسي، ام سوري، بوسي. انا عندي برنامج زواج، انا كندير برنامج زواج. بجد انت خطبة؟ انت دابا دخلتي برنامج الزواج. ايوه، احلى فترة في الدنيا. انت مزوجة؟ شكرا حبيبتي. لا، ملحق. مش متزوجة. مش متزوجة، باغا تزوجي؟ لا علاش؟ كده مش عايزة اتجوز. نشوفوك شي عريس مغربي. شكرا اسعد، نشوفوك عريس عريس مغربي. مغربي؟ ماشي، شوفيه. عريس مغربي تزوجي ياك. هي وفي بغات حفلة تزوجك، عندنا هنا عايزة تتجوز مغربية. تحلى فيها الشيء. من يعرف ان انا مغربية قالت لي بغيت نتزوج راجل مغربي. شتو السيدة ظريفة. ما بيتنيش هاني، والله العظيم ما في ظرافة. شوفي انت كم عمرك يا بوسي؟ عندي 23. 23 سنة، ما شاء الله. كتقراي؟ ايه، كتقراي يعني كتدرسي؟ خلصت دراسة؟ خلصتي وتشتغلي ولا لا؟ لا، بدون شغل. مزيان، عمرك جيتي المغرب؟ شكرا اسعد، شكرا اسعد. لا، انا مش عايزة اتجوز دلوقتي، انا لسه صغيرة. وانتي علاش طالعه عندي في برنامج ديال الزواج؟ مين بغات تزوجي؟ باغا بس تربحي هدايا؟ والله انا بعتلك كده بالحب. بالحب. انا كمان حبيتك، ولكن واش انت بغيتي تجيلي هدايا من تيك توك؟ يعني 23 سنه ممكن تزوجي وتخلفي اولاد ويكبروا معاكي ويوليو اصحابك لما يكبروا. هي بتشوفي الكومنتات. بفكر في الموضوع ده. انا ديك كشبه واحد. دي واحد بغرا نمرض. ولكن هي زوينه صراحه، الناس ديال الفيسبوك ما شفتوهاش. دوماج، هي زوينه ما شاء الله عليها. انت حلوه. انا فهمتك من غير ما تترجميلي. انا اسعد، انا قهروني لا يوريك. سكينه من مراكش، صيفتي جاس باش نطلعك معايا اختي. سكينه من مراكش. لا، عندها مشكل بالجواز. قول لهم عندي زواج، قول لهم يدخلوا يعملوا عندي ابوني. وانت نهار تفكري في الزواج اجي عندي نزوجك. ادخلوا اعملوا عندها ابوني عشان اللي عايز يتجوز يا جماعة يدخل عند زواج يبعت زواج لها اكسبريس يعني سريع. اكسبريس اكسبريس يا اختي. متجوزة عنب والله، وما فيش احلى من البنات خطيرة. المغاربة. انت خطيرة. مزيان. بس انت ما تتجوزيش غير مغاربة بس؟ لا، بجوز كل الجنسيات. طب قولوا لي على جنسية حلوة، يعني اكون يعني عايزة اتجوز من بره مصر خالص، من بره الوطن العربي. السودانيين. لا، من بره الوطن العربي. انت عاوزة الاجانب؟ اه، بس حس يعني حس صعيبة معاه، لازم يكون مسلم ولازم يعمل ختان ولازم كذا وكذا وكذا. قصص بقى. يعني بس طب ما انتي نشوف واحد اجنبي مسلم.
انت باغا تخرجي من مصر وصافي، هذا هو الهدف ديالك. صافحيني صافحيني، انا زي امك. اعمل ايه؟ باغا تخرجي من مصر. انا المستوى الدراسي، شنو المستوى الدراسي ديالك؟ حقوق قانون. واخده ماجستير في القانون؟ لا، درست الكليه. كليه بس يعني ليسانس. ليسانس حقوق. ليسانس. اعملي ماجستير، اعملي دكتوراه، روحي اشتغلي بشغلك، ادفعي على فيزا كندا او امريكا سهله من مصر، روحي مصر واشتغلي، روحي بمجهودك، ليش تروحي على اثر راجل؟ انت بتفكري صح والله. علاش نسي عود هالراجل؟ شوفي انا عملك فولورز يا ستي، انا اعمل لك فولورز كمان. شوفي شوفي يا بوسي، انا نقول لك واحد الحاجه، ما عرفتش واش حتفهميها ولا ما تفهميهاش. انا احب ان الزواج بين رجل ومراه يكون متكافئ، متكافئ من جميع من جميع النواحي. ما نتكلمش على الماديات، نتكلم على المستوى الاجتماعي. هي تكون بغاته حباته، يعني بغاته من قلبها وبغاه من قلبه، يعني مش زواج مصلحه، ماشي تزوجته انه هو في برا او عنده فيلا او عنده شركه، لا، تزوجه ان هي بغاته هو، وهو يتزوج حيت بغاه، والراجل يتزوج مرا حيت بغاها في عقلها مش في جسدها. فهمتي؟ صح. الراجل اللي ياخذ، الراجل اللي يتزوج لانك جميله غدا غيلقى اجمل منك. صح. فهمتي؟ لانك صغيره غدا غتكبري غياخذ الاصغر منك. تفكيرك عالمي ما شاء الله عليكي. فهمتي؟ فانا كنصحك يعني بغيتي برا مزيان يكون عندك طموح، ماشي خايب، مزيان يكون عندك طموح، طمحي تعيشي عيشه احسن، عيشه ارفع، عيشه ارقى، مستوى احسن، مزيان، ولكن بمجهودك. صح، انت صح والله. ايه اسمع كلامي. يلا باي. يلا باي.